احنا حرفيا معانا وحش من وحوش السيارات، معانا سياره تسلا ما شاء الله معديه ال1000 حصان. معانا الاستاذ بقى سامر هيشرح لنا اكتر عنها. السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلينا يا رب ان شاء الله. دي اللي هي الموديل اس اس بليد، بنتكلم في 1020 حصان من 0 ل 100 في 2.1 سكند. العربيه بتمشيك بالتقريب ب 560 كيلو متر، اوكي، والتسارع بتاعها صاروخ، السرعه الحد الاقصى 322. طب لحظه، فعلا بتجيب سرعتها في ثانيتين من 0 ل 100؟ من 0 ل 100 ممكن توصل ل 1.9 لو ما فيش حد جوه ومش مشغل التكييف، يعني انت بس اللي سايق. من 0 ل 100 ممكن تكسر 1.9 سكند ما شاء الله، بس الطبيعي 2.1 سكند. التسارع بتاعها ملهوش اللي هي بعد ال 100 هتتبطأ، لا، انت من 0 ل 100 هي من 100 ل 200 هي من 200 ل 300. بسم الله ما شاء الله. الحد الاقصى للسرعه بتاعها 322 كيلو متر في الساعه. أوكي. ما شاء الله. العربيه بتبقى هنا دي بتبقى اللي هي الفلاشت، اللي هي الابواب بتاعتها مش بالشفط. الاوبشن بتاعها من بره بيبقى فيه الوان كتير، الرنجات ممكن تبقى 19 انش او 20 انش. اوكي، اللي يميز العربيه ان ملهاش صوت وملهاش صيانه كمان، فعليا ما فيش صيانه ما شاء الله. هنا العلامه بتاعت البليد اللي هي العلامه الضوئيه، اوكي، هي العلامه الضوئيه. تمام. دي احذر لما تشوفها في اي عربيه عندنا في التسلا. اوكي، العربيه من ورا بيبقى فيها شاشه في النص، اللي قاعد ورا يقدر يتفرج على اليوتيوب او نتفليكس او يلعب لعبه طول ما هو قاعد. والشاشه كويس، حجمها كويس جدا. ومن قدام الشاشه بتاعتها كبيره، بسم الله ما شاء الله، هم عباره عن شاشتين ما شاء الله. ومعانا كمان الله اللي هو الدركسيون اليمنى. الكراسي بتبقى جلد كهرباء، اوكي، وبيبقى فيها شواحن لاسلكيه للموبايلات. اوكي، كويس جدا. دي الاساسيات. تمام. الشاشه بتاعه الاس والاكس الاثنين بيتحركوا، ممكن يمين وممكن شمال، فانت بتقدر تحكم في الشاشه مين اللي عايز يتفرج على الشاشه. انا بقى عايزك تقول لي ازاي سوق دي اهم حاجه. تعالى اتفضل، تعالى خش. المفتاح بتاعها بيتحط هنا، اوكي، وبدوس على الفرامل كده السياره دارت. تمام. اوكي، لو سيارتي هي سيارتي. طب لحظه، انا مش سامع اي صوت خالص، يعني مفيش اي صوت ان المحرك شغال، مفيش اي صوت. رسميا كده دارت كهرباء. طب انت بتعرف منين ان هي دارت؟ النور بتاعها نور. تمام. واول ما ادوس فرامل هتلاقي الجير اهو. تمام. قدام الدي جاهزه للسواقه. تمام. ورا الار. تمام. الباركنج يبقى كده العربيه ركبت ما شاء الله. اوكي، العربيه بتتساق بالطبيعي 670 حصان اللي هي على السبورت او التشيل. تمام. بمجرد ما تحب اجنن العربيه اروح للبليد كده 1020 حصان رسميا بقت شغاله في السياره. اوكي، في حاجه اسمها دراج سترايب مود، هو تمام. بيشرح لك هنا هاو تو لونش، بتدوس فرامل للاخر. تمام. بعد كده تدوس كل الاكسلريتر لغايه الاخر. تمام. العربيه بتعمل حاجه اسمها شيتا لونش. تمام. العربيه بتنزل لتحت عشان تبقى جاهزه للتسارع، ساعتها بتشيل رجلك اليسار من الفرامل، العربيه بتبدا تجري من 0 ل 100 ممكن توصل ل 1.9 سكند. بسم الله ما شاء الله. أوكي. دي اسمها اللي هي الدراج مود او الدراج سترايب. اوكي، بكره هنجربها اوفيشالي في مكان تاني وهنقول عليه بعدين، اللي هو قطر ريسنج كلوب ليتر. تمام. اوكي، فهي الطبيعي بتاعنا احنا هنسوقها على السبورت. تمام. اول ما نروح للبليد هنبدا ان احنا نشتغل على 1020 حصان. كويس. أوكي. جدا الكلام ده. هنا كل حاجه في السكان، ما بقاش في حاجه خلاص ورا. فانت عندك هنا الزمار، هنا الاناره. تمام. هنا الاشاره. تمام. تقدر تغير الشاشه بتاعت الاشاره. اوكي، كويس جدا. تعملها يسار. تمام. النقط العاميه موجوده في السياره، النقط العاميه موجوده بس موجوده في الشاشه دي نفسها. تمام. فلو انت داخل يسار مثلا وفي حد على يسارك هتنور لك لون احمر على الطرف. تمام. على الطرف، وطبعا مع تغيير الصوت او ان هي تعمل لك صوت تي 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 عشان تحذرك فيها. تمام. أوكي. لو انا واقف اقدر اتفرج على حاجات او العب حاجات، العب ريس مثلا، الاناره قفلت. تمام. والعربيه جاهزه ان انا اسوق العربيه او الدركسيون. اوه، يعني الدركسيون اللي هتلعب بيه. مع البادلز ان انا بستخدم بترول وبستخدم كمان الدواسات كله فصل، العربيه كلها فصلت. تمام. فوان بلاير مثلا ادوس كونتينيو، انا واقف دلوقتي منتظر اي حد، فانا بعمل كده. تمام. ما بعرفش اسوق قوي يعني. هنا اهو وابدا اسوق. طب والله ما شاء الله، حلو جدا الكلام. حلوه السواقه طبعا، بغض النظر عن سواقتي، بس هي المفروض تكسب. لا لا، بس بس انت بتشتغل بالدواسات بتاعت العربيه. بتاعت العربيه يمين وشمال وكل حاجه انت سايق. لا لا، بسم الله ما شاء الله. طيب بعد كده نبدا نتكلم في حاجه ثانيه الا وهي النتفليكس. تمام. اول ما ادوس كده العربيه دارت تاني. تمام. اقدر اشغل نتفليكس
هنا ثياتر، في نتفليكس وفي يوتيوب مجانا، اليوتيوب شغال معاك طول الوقت بس مش وانت سايق. تمام. اه طبعا لازم تكون وانت واقف. اول ما اجيب الفرامل هيقول لي اكزيت تو درايف، ما ينفعش ان انا اسوق. تمام. اه اوكي. فهنا لو رجعت خلاص انا كده اقدر العب، الشاشه نورت تاني، العربيه نورت. تمام كده العربيه اشتغلت. اوكي تمام. طيب بعديها في اللي هي التوي بوكس، دي بتاعه توي. اوكي فانا ممكن اعمل اصوات في العربيه زي الفارتنج مثلا. اوكي مثلا هنا ممكن اعمل اصوات مثلا بره، فلو لو فتحت الازاز بستايل مختلف عن الستايل. معلش سؤال عايز اسالك عليه طبعا. هو مش ممكن تعمل صوت للشكمان؟ لا لا في التسلا، لا في التسلا، لا لا لان مفيش شكمان. انا سمعت ان في عربيات بتعمل كده، مركبين سماعات وبتعمل كده، بتبقى حاجه ارتفيشنت. مظبوط. لا احنا هنا لا. بس في مثلا اوبشن لذيذ قوي اسمه اللايت شو. اللايت شو جربناه امبارح في اللوسيل، اول مره كنت اجربه. تمام. ان العربيه بتبدا ترقص بالاغاني، فانت الاغنيه لوحدها بتشتغل في دقيقتين تقريبا، بتبقى ذا ارايفل مثلا دقيقه و50 ثانيه. تمام. وتدوس على حسب الوقت اللي انت عايزه وتدوس كونفيرم. تمام. بمجرد ما تطلع بره السياره العربيه هتقول لك انجوي ذا شو، الازاز هينور ويفتح ويقفل، المرايات هتفتح وتقفل، الاناره هتبدا تشتغل مع الصوت بتاع الاغاني اللي هو يبقى صوت عالي جدا. انتوا هتجربوا الكلام ده امتى؟ احنا اوريدي جربناه امبارح وهنجربه لما العميل يحب ان هو نجرب العربيه، ينورنا في الدوحه فيستيفال مول ونشتغل عليها على طول. بص يا حاج انا هطلع اجرب العربيه وهاجي اكمل بقى معاك عشان نقول للناس اللي عايز يجرب العربيه يجربها ازاي او يحجز ازاي. يلا.